الدكتور علي العمير وزير النفط في عملية تدوير المدير التنفيذي لشركة نفط الكويت. في بداية الأمر كان في لغط، أنا واحد من النواب في هذا الأمر بالذات، لكن لما شفنا أن هذا حق مطلق بناء على رد الفتوى والتشريع، وهي العملية عملية تدوير وليس إقصاء بالنسبة للسيد هاشم هاشم، عرفنا أن هذا أمر من حق الوزير ومن صلاحية الوزير، خاصة أن ما في أي إجراءات خاطئة في مقام فيه الوزير علي العمير، وأن الأخ رئيس شركة النفط هو نقل من مكانه اللي هو فيه إلى مكان آخر، وهذا في النهاية حق مطلق إلى الوزير، مو معنات هذا تشكيك في السيد هاشم هاشم، ولكن هذه رؤية الوزير اللي ندعمها من خلال هذا التوجه لسبب واحد. اليوم لما نجي نحاسب وزير النفط على أي إجراء أو أي مخالفات تكون في وزارته، يجب أن نمكنه نحن كنواب، ويمكن القانون أن يتخذ كل الصلاحيات يعني ويأخذ اللي يقوم فيها، بحيث لما تجي المحاسبة ما يكون لها أي عذر. فلذلك أنا أؤيد ما قام فيه وزير النفط في عملية التدوير، وهذا حق له، مو معناتها أن الأخ رئيس شركة النفط هو شخص سيء، لكن هي نظرة للوزير اللي في النهاية راح يحاسب من نواب الأمة على إنجازاته. وشكرا.